الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مدام دعاء؟ عامله اهلا ايه؟ وسهلا، اهلا ازيك بيك. يا فضيله الله الشيخ؟ يحفظك ويبارك فيك. كل سنه وحضراتكم طيبين حاضر وبخير يا بخير، رب ان شاء الله. حاضر بخير. ايه معلش انا اسفه، انا عندي سؤالين بس صغيرين. اتفضلي. ايه السؤال الاول بالنسبه للوضوء، ايه انا بكون خارجه من بيتي وبنزل شغلي وبكون متوضيه وتمام وكل حاجه، ايه وممكن ادخل التواليت او حاجه، بس بكون من الصعب عليا مثلا ان انا اقلع انا اسفه يعني سوري الشوز او البوت او حاجه، فهل ينفع ان انا اتوضأ بالمسح بالماء كده على رجليا مثلا؟ ده تمام. السؤال الاول. والسؤال الثاني بالنسبه ان انا لو بطلع الصدقه او الزكاه، انا لو انا عارفه حد بس من ضمن ايتام مثلا او حد مش مقتدر او الكلام ده كله، بس من معرفه من قرايب او حاجه، هل يجوز ان انا الصدقه او الزكاه تطلع على الناس دول بدل ما اطلعهم في اماكن بره ولا لا؟ طيب الأقربون يعني. بالظبط. اه شكرا يا ما. الوضوء ينفع يجوز تمسح على الجزمة؟ يجوز طبعا يا فندم، لان سيدنا النبي كان يمسح على الخف. الخف ايام سيدنا النبي كان يحل محل الشوز النهارده، كان يحل محل اعزكم الله. وده بس في الرجلين بس، في القدم بس؟ في القدم بس. انما ايوه ما ينفعش يقيس على القدم دي ان انا امسح بس على اي خدي حاجة بالك في تانية. نقطة يا فندم، بعد ما تتوضأ وتيجي تلبس الشوز بتاعها تلبسه بنية ان هي تصلي بيه، زي ما بلبس الشراب كده، يعني هو هيحل محل ايه؟ محل الجورب اللي هو الشراب او محل الخف. وصل؟ وتمسح عليه للمقيم 5 فروض يوم بليله، وللمسافر 3 ايام بلياليها، يعني 15 فرض. حتى لو دخلت التواليت او بتمسح دوره على المياه وشه من فوق؟ اه من فوق. وده سيدنا علي وقف عند الحته ديت وقال اذا كان الدين يؤخذ بالراي، لو شغلنا عقلنا لكان المسح على باطن الخف من تحت الحته اللي بتيجي على الارض، كانوا بيمشوا بيه في الارض، اولى من المسح على ظاهره من فوق، نمسح على التراب اللي بيجي على التراب ده اللي فوق. ولكن رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره، يعني ما تشغلش عقلك مع تكاليف الدين. سمعنا وأطعنا. طيب بل وتصلي بيه كمان يا فندم طالما ما فيهوش نجاسه من تحت. اعزكم الله، بس اتاكد ان ما فيهوش نجاسه تقف وتصلي بيه عادي بالجزء. خالص. اي نعم. طب فكره الدخول المسجد، ما هو ده بقى حرمه. المسجد له حرمه. خدي بالك انت لو شفت في مكه والمدينه، ربنا يكتبها لنا قريبا يا رب، بيمشوا على فكره، بيمشوا وفي ناس لا ده الحرس والناس العمال واقفين واقفين، بس ده شوز خاص بالمسجد. لا هم بيلبسوا حاجه جزم عاديه. بص يا فندم، هم بيخلوا لي المسجد عشان المسجد ده مكان طاهر بنسجد فيه بس. لا أنا يعني شفت بيبقوا لابسين احذيه عاديه، مش شايفاهم لابسين عليها بلاستيك ولا اي حاجه. لا ما هو الاحذيه دي بيخصصوها للمسجد. انا شفت هم داخلين بيجوا قالعين الحذاء العادي ويجوا لابسين ده. طب واحد دلوقتي في ساعات واحد بيبقى رايح عمره او حج ورجله، وانا من الناس ديت ما اعرفش امشي انا على البلاط ولا على الصف والمروه بتفتح، انا بجيب شبشب اعزكم الله او حاجه طريه، حاجه طبيه، وبغسلها وبتاكد ان هي طريه وبلبسها عادي خالص. فالناس يقولوا ده عادي خالص. طيب الزكاه والصدقه للاقربون اولى؟ طبعا الاقربون اولى بالمعروف، وما قالش الاقارب. الاقربون كل مكان نسبا اقرب ومكانا. يعني سواء اقربون قرايبي او جيران او اقربون جيران، الله يفتح عليك. بس بل الصدقه على الاقارب مضاعفه طبعا. وخدوا بالكم بقى، وخاصه تخيل هو يسيب الاقارب محتاجين ويروح يدي بره. خدي بالك بقى كمان، دي زي شجره القرع بقى اللي بيحب يمد لبره، وقالوا لنا الشجره اللي ما تضللش على اهلها يستحل قطعها. فعايز اقول لحضرتك موضوع الاقارب، وخاصه الاقارب اللي هم بتوع سوء وشر وعاملين لك قلق، انا بقول لك تصدق عليهم. سيدنا النبي قال كده، الصدقة على ذي الرحم الكاشح، كاشح اللي عامل مشاكل وعامل قلق، خير بسنتين يعني بأجرين، صدقة وصلة.